أختي ماذا؟ اجلسي هنا سوف أذهب وأطلب لك الطعام وأعود لا تزعلي حسنا سوف أجلس هنا حتى يعود أخي أنا أسمع صوت هنا ما هذا الصوت هذه هي وجدتها تعالي يا ولد تعالي أنت تعالي سوف أكلها سوف أكلها سوف أكلها تعالي يا ولد تعالي سوف أخذك أنت أيضا نعم أنتم سوف أكلكم أنتم كلكم نعم لا لا تأكلني أعطني أختي أين هي أختي سوف أكلك أنت أيضا لا 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 سوف أهرب منك سوف تعال إلى هنا سوف أهرب منك سوف أهرب منك أين أختبئ أين أختبئ لا سوف أهرب منك أين أنا أهرب أين بسرعة اسمع اصوات يا دب ايها الدب ايها الدب ماذا تريد ماذا هناك ماذا هناك ما الذي حصل ايها الدب ساعدني ارجوك ساعدني ماذا اساعدك ماذا تريد ما الذي حصل قل لي ما الذي حصل اختي هناك فأر شرير لقد خطف اختي ويريد ان ياكلها انقذني ارجوك ساعدني ماذا اختك خطفها فأر شرير يريد أن يأكلها؟ نعم أرجوك ساعدني بسرعة حسنا سوف آتي لمساعدتك قل لي أين هو هذا الفأر؟ تعال معي تعال معي هيا 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 سوف أكلها سوف أحطها في طنجرة وسوف أكلها نعم 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 سوف أكلك يا ماشا نعم نعم أنا هو هذا هو الفار من أنتم من أنتم ساعدوني لماذا خطفت أخت فرفور لماذا خطفتها أنا الدب سوف أنقذها لا لن تستطيع أن تنقذني سوف أمنعكم سوف أنقذها هيا أنقذ أختي أنقذ أختي أرجوك سوف أنقذها لا تخف هيا نفك أختك نعم هيا فك أختي هيا تعالي هيا قفي تعالي مرة أخرى لا تترك أختك لوحدها حسنا لا تترك لوحدك يا أختي تعالي يا أختي تعالي هيا نذهب هيا باي 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 هيا نذهب أنت سأسبقكم